بسم الله والحمد لله والله أكبر. ربنا أرنا ما ينفعنا بحاضرنا ومستقبلنا حتى نهتدي بهديك يا كريم، وحتى لا نذل ولا نخزى. آمين يا عزيز يا رحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، لا من الناس، من الجن، الفهم يفهم، قال من الجن، وانتم كثرتكم يا كلام من الشرك وكلام الهمجية وكلام سفك الدماء بغير حق، شكونكم انتم؟ هل قدام هذا ما تضروا شيء، لا قيمة لكم. انتم كما تقول اسقط اسقط ما ثم من يدب على الارض، الا نبينا عليه السلام واخوان الانبياء عليهم السلام ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الإحسان لأهل التوحيد وأهل الإحسان وأهل المعروف. يومئذ يفرح المؤمنون بكونهم متميزين على أغلبية الإنس والجن، كونهم اتبعوا القرآن واجتهدوا أن لا يحيدوا عنه ولو كيد أنملة ولو خفقة قلب. نسألك ربنا أن تزيدنا قربا منك واجعلنا نقدرك حق قدرك. آمين يا سيدنا يا حبيبي.